السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، في هذه الحصة عندنا فرض رقم 2 لمادة النشاط العلمي للدورة الثانية بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. التمرين الأول فيه والنشاط الأول اعطي اسم الجهاز التناسلي الممثل على الوثيقة 1. هذا الجهاز هذا شنو هو؟ عندنا جهاز تناسلي أنثوي. وعندنا السؤال الثاني، اعطي اسم كل عضو من هذا الجهاز. عندنا رقم 1 وهذا 2، عندنا هاد المكان 3، وهاد البلاصة 4، ثم هادي 5. بالنسبة للرقم 1 هذا المبيض كيتنجو فيه البويضات، ورقم 2 هادي سميتها قناة مبيضية كيتمشاو فيها البويضات باش يهبطوا لنا للرحم اللي هو رقم 3، وهاد المكان الضيق كيكون هو عنق الرحم. ثم هاد البلاصة اللي كتكون في التحت يعني السفلى كتكون هي المهبل. عندنا السؤال الثالث، ما هي وظيفة العضو التناسلي رقم 1؟ سبقنا وقلناه هذا رقم 1 الوظيفة دياله هي إنتاج البويضات. إذا وظيفة العضو التناسلي رقم 1 هو إنتاج البويضات. السؤال رقم 4، ما هي علامة البلوغ المشتركة بين كل من الفتاة والفتى؟ يعني كنلقاوهم عند الفتاة وعند الفتى. أول علامة هي كنقولوا علامة البلوغ المشتركة بين الفتاة والفتى، ديما كنديروا هاد الجمل يعني الصيغة ديال الجواب باش يكون يعني قيمة الجواب ديالنا، هي نضج الأعضاء التناسلية، يعني كاع الأعضاء التناسلية لا عند الفتاة ولا عند الفتى كيوليو خدامين. ملي كنكونوا يعني صغار قبل ما نوصلوا للبلوغ ما كيكونوش خدامين، من ملي كنوصلوا للبلوغ صافي الأعضاء ديالنا كيديروا الدور ديالهم، وكيكون عندنا نمو شعر الإبط والعانة إلى غير ذلك. وفي السؤال في التمرين عفوا لاكتيفيتي 2 عندنا هنا كالوندريي دو سيكل اوفاريان، يعني بحال شنو غادي نقول لها الشهريه ديال الدوره الدمويه اللي كتكون عند الفتاه. قال لنا السؤال الاول، جو كولوري لا بيريود دي مونستروياسيون ريغل، يعني لي ريغل اون كولور روج. كنعتذر حيت هنايا التصويره كانت شويه الكاليتي ديالها ضعيفه. اون كولور روج اي لا بيريود دو فيرتيليتي اون كولور فير، يعني هنايا غادي نلونوا الايام اللي كتكون فيها لا ريغل لي ريغل عند الفتاه بالاحمر، والمده اللي كتكون مثلا كنقولوا الاستعداد مثلا للحمل كيكون عندنا نلونوها بالاخضر. عندنا كما قريتوا الدورة الدموية عند الفتاة كيكون في المتوسط 28 يوم في العادي، ولكن هذه كتغير من شخص لآخر. عندنا 28 يوم، 5 أيام ديال لي ريغل، يعني غنبدي 1 2 3 4 5، هادو 5 أيام نديروهم بالأحمر كيكونوا ديال لي ريغل. هادشي اللي كنقراوه، ولكن في بالنسبة للأشخاص راه كل واحد اللي كاين 3 أيام 4 أيام 6 أيام 8 أيام هادشي كيتغير. وعندنا من يعني هذا قلنا 1 2 3 4 5 هادو كيكون فيهم الدم يعني لي ريغل، ومن بعد غادي نحسبوا حتى نوصلوا 28 كلها غادي نلونوها بالاخضر. نكملوا قلنا 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. هادي كلها بالاخضر. شنو غيجي من بعدها؟ غيوليو لنا لي ريغل عاوتاني نديرو باللون الاحمر 5 ايام 1 2 3 4 5، ونكملو يعني العدد ديال 28 باللون الاخضر هكذا كتكون. والسؤال الثاني كاين هنا عاد سؤال اخر، نعم سؤال ثاني، جون تور لو جور كي ريبريزونت لو ديبي اي لا فان دو سيكل اوفاريان. فوقاش غادي تكون عندنا الاباضه، يعني فوقاش كتخرج لنا البويضه من المبيض. هنا داكشي اللي قريتو كتكون في اليوم رقم 14. يعني شنو كنديرو؟ كنحسبو من النهار الاول من هنا، تكون 1 كما قلنا 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. هادي يعني في الكالوندريه ديالنا كاين 12 ديمونش 12، هنا غادي تكون الإبادة. نمروا للتمرين النشاط الأخير.
عندنا أصل بخط بين عمر الجنين والمرحلة المناسبة له. اللي كنعرفوا هو أن الفترة ديال الحمل كتكون زوج مراحل، كاينة مرحلة جنينية ولا فترة جنينية وفترة حاملية. الفترة الجنينية هي ملي كيكون يعني داك الجنين، يا إما كيكون من الوقت نتاع الحمل من الإخصاب حتى شهرين. يعني هنايا غناخدو عمره شهران، هذه راه فترة جنينية. عمره 4 أشهر، لا راح نزلنا شهران، يعني غادي نمشيو للفترة الحاملية. عمره شهر واحد، يعني باقي ما وصلش شهران، راه فترة جنينية. وعمره 6 أشهر، داز شهرين، يعني راه فترة حاملية. اللي نفرقوا بيناتهم من شهرين، من الإخصاب لشهرين كتكون فترة جنينية، ومن شهرين يعني من 3 شهور 4 شهور حتى 9 شهور هذه كتسمى فترة حاملية. السؤال الثاني، ما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها من طرف الأم للحفاظ على سلامة الحمل؟ هنا عندنا يعني في الكتاب ديالكم كما كنقراو في داك الشيء، ما كيديروش الاحتياطات غير بالنسبة للحمل، كيدخلوا فيه حتى الرضاعة، يعني كدوز حتى من بعد أنها الوضع ملي كت الإنجاب كيفاش تحافظ على الجنين ديالها. عندنا الاحتياطات في فترة الحمل وبعد الحمل، يعني بعد الوضع كتكون النظافة ضرورية، والحرارة، يعني المرأة كتحافظ على درجة الحرارة ديالها، ما كتعرضش راسها لدرجة حرارة مرتفعة الشمس إلى غير ذلك، وكتحافظ على درجة الحرارة ديال الجنين ديالها حتى هو ملي كيتزاد. عندنا التنفس، وعندنا الرضاعة الطبيعية. ملي كتزاد داك الطفل خص داك الرضيع خص الأم تحرص على الرضاعة الطبيعية. والسؤال الثالث، اعطي اسم كل رقم في الوثيقة 2. عندنا هذه الوثيقة نسمي كل حاجة. رقم 1 هذه اللي كتكون دايرة هنايا في الجناب كاملة، هذه كتسمى ماشيمة. والرقم 2 هو واحد السائل كيكون عايش فيه هاد الجنين ولا الحامل، كيتسمى السائل أمينيوسي. وعندنا 3، رقم 3 هذا غادي نسميوه جنين. علاش؟ حيت مازال ما بينش الأعضاء ديالو مزيان، يعني باقي ما وصل ما فات الشهرين، يعني راه غير من فترة الإخصاب للشهرين، مازال وش 3 شهور 4 شهور، راه باقي صغيور. أما إلا كانوا الأعضاء ديالو مثلا باينين مزيان راه كنسميوه حامل، كاين الفرق في الأسماء. وقلنا الرقم 4 عفوا هو هذا الحبل هذا اللي كيربط المشيمة بالطفل اللي كيكون في السرة، هذا كنسميوه الحبل السري. ورقم 4، ما هو العضو الذي يزود الجنين في رحم أمه بالغذاء والتنفس؟ هو هذا اللي كيربط ما بين المشيمة اللي كيكون فيها العروق الدموية اللي كتوصل لنا الغذاء من الأم، اللي كتوصل لديك المشيمة وكتحبس، وهذا الحبل السري هو اللي كينقلها لنا من المشيمة للطفل، يعني العضو هو الحبل السري. ورقم 5، ما هي مراحل الولادة الطبيعية؟ كاينين 3 ديال المراحل كنكتبوا مراحل الولادة الطبيعية. انحناء عنق الرحم، يعني عنق الرحم اللي شفناه في الصورة الوثيقة الأولى في النشاط الأول، هذا كيبدي كيتحل باش انه استعداد انه الطفل يخرج. عندنا طرد الحامل، يعني كما قلنا غيولي دابا سميتو حامل، عطاه في 9 شهور كيبدي الرحم صافي كيدفعو كيخرجو. وثلاثة عندنا مرحلة الخلاص، هي ملي كتخرج هاد المشيمة هادي اللي كتخرج حتى هي صافي كيطردها الرحم. نتمنى تكونوا استفدتوا في هذه الحصة، وبالتوفيق للجميع.